مريم مرداسي وزيرة الثقافة في حكومة تصريف الأعمال تثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح حديث العام والخاص، لتتباين آراء الطبقة المثقفة حولها بين مستنكر للتهجم الذي طالها وآخرون يعتقدون أن المنصب أكبر منها. أما عامة الشعب فانقسموا بين معلق ومتفاعل، فيما لا تزال التهاني تتهاطل على الوزيرة، رسائل الإشادة تارة وأخرى للتجريح، لكن الوزيرة ترد وفي أول ظهور لها. على بالي كاين عندي صدى في المواقع الاجتماعية أنه كاين حملة ضد شخصيتي، ولكن أنا وش اللي غادني في هذه أني أنا حملة اسم ولقب، راني ورايا عائلة، لكن الناس هادو عندهم عائلات أيضا وحابين هما تاني يكونوا محترمين، يحترموا شخصيتي، يحترموا شخصية كل الناس، مادا بيا حتى واحد ما يتقاس. مريم مرداسي الوزيرة التي ألغت حسابها الفيسبوكي بعد ساعات قليلة فقط من تعيينها بعد أن آثار فضول الكثيرين. رايحة نرجع لهم بالعمل وإن شاء الله يكون العمل تاعنا إيجابي. معالي الوزير سيدة عز الدين مهوبي راهو راح يرافقني أيضا، خطرك شريحة راح نعيط له بزاف باش ينعت لي أيضا كل ما يخص الثقافة وكل الفاعلين أيضا والأسرة الإعلامية. وزيرة الثقافة التي تقف على أرضية رملية في حكومة تصريف الأعمال وجدت نفسها هذه المرة مادة دسمة لرواد الفضاء الأزرق لتنتقد قبل أن تشرع في مهامها. فهل ستنجح مريم مرداسي وتجهض الانتقادات؟